السلام عليكم، أنا اسمي محمود خليل، اليونت هيد بتاع بروجرام كمبيوتر انجينيرينج اند سوفت وير سيستم. وفي البرزنتيشن الصغيره دي هندي اوفر فيو ايه اللي انت ممكن تتعلمه من البروجرام بتاع سي اس اس، وايه فرص الشغل اللي ممكن تكون موجوده فيه. طبعا زي من اسمه كده المفروض ان انت بتتعلم كل الحاجات الريليتد للكمبيوتر والسوفت وير انجينيرينج، وكمان السيستمز كلها اللي هي الامبيدد سيستم والمالتي ميديا سيستم اند سو اون. الخريج بتاعنا دايما في ديماند عليه، لان كل الدنيا اللي حوالينا، وده شيء انت ممكن تاخد بالك منه، انه كله بيعتمد على الكمبيوتر دلوقتي، وان السيستمز كلها تبقى اوتوميتد سيستم. اوتوميتد سيستم يعني تشتغل لوحدها من غير ما يتدخل فيها البني ادم. فهتلاقي في ابتداء من الحاجات الكبيرة الضخمة زي الطيارات مثلا، لغاية حتى العربيات دلوقتي، وانت بتيجي تركب عربية تلاقي فيها embedded systems كتيرة بتكنترول كل حاجة and so on. يعني ايه الهدف بتاع البروجرام اللي قدامك دي؟ هي الرسالة والاهداف بتاعت البروجرام. بس اللي احنا يهمنا فيها ان انت تقدر بعد ما تتخرج ان انت تقدر تعمل كل الحاجات اللي ليها علاقة بالR&D، بالresearch and development، ريسيرش اللي هي الابحاث العلميه، والديفلوبمنت ان انت تقدر تديفلوب سيستم فعلا بتشتغل. ويهمنا ان انت تقدر ان انت يعني تسد او تبقى تقدر كيبابل، يعني ان انت فعلا تحقق احتياجات السوق على المستوى القومي والاقليمي والدولي. دي حاجه مهمه، لان الخريج بتاعنا الحقيقه نفس التولز اللي بيشتغل بيها هي اللي موجوده في الثلاثه فيلدز، القومي اللي هو جوه مصر، الاقليمي ده ممكن يبقى الميدل ايست وكده، الدولي اللي هو روفر ذا وورلد بقى، سواء كانت يوروب ولا يونايتد ستيتس. كل البروبلمز والتكست بوك اللي انت بتدرسها وكل الفيلدز اللي انت بتدرسها هي نفسها اللي موجوده في كل مكان اراوند ذا وورلد. يعني في ديماند على الخريج بتاعنا هو اعلى ديماند على الاطلاق، يعني يمكن بدون تحيز يعني. فدي مثلا الفيلدز اللي موجوده في البروجرام بتاعتنا، وده جروس ريت اكوردنج طبعا ل استاتستكس محسوبه بدقه. هتلاقي ان الجروس ريت بتاع الفيلدز بتاعتنا اقلها حوالي في حدود 10%، وفي حاجات بتوصل ل 20 و30 و40%. ده معناه الحقيقه ان الزياده السنويه للطلب عليه والانفستمنت فيه عالي جدا جدا. روفر ذا وورلد الحقيقه الفيلدز بتاعتنا زي السوفت وير انجينيرنج والامبيدد سيستم والبيج داتا والكلاود كومبيوتنج والحاجات دي كلها بتبقى بالبليونز الحقيقه، بالمليارات يعني اوف دولار اراوند ذا وورلد. دايما لما بنقول ايه فرص الشغل للخريج، الحقيقه دي احيانا بتبقى سؤال صعب شويه، اللي هو هتقيسه ازاي؟ الموضوع ده محتاج ان انت يبقى عندك ميجر تقدر تقيس بيها الشغل بتاع اي خريج، يعني في اي بروجرام في اي فيلد، يعني هندسه او غيره، هيبقى عامل ازاي في السنين اللي جايه دي. فدي دراسه الحقيقه عاملاها فورم متخصصه في الاقتصاد، بتقول ايه اكتر 10 شغلانات في الدنيا كلها هتزيد في السنين اللي جايه دي، وايه اكتر 10 شغلانات هتختفي. فهتلاقي ان اكتر 10 شغلانات اللي هي هتزيد في الدنيا كلها معظمها حاجات ريليتد للكمبيوتر الحقيقه. نمرة واحد Data Analysis and Scientist، كل الحاجات اللي لها علاقة بالديتا زي ما هنشوف دلوقتي في الكورسات اللي هتدرسها. الـ AI والـ Artificial Intelligence والـ Machine Learning، الـ Software Application and Development، الـ Big Data Specialist، وآخر حاجة الـ Information Technology Service. فمعظم الشغلانات اللي booming around the world هتبقى حاجات related للناس بتوع الكمبيوتر. المفروض إن أنت يكون التارجت بتاعك انك تاخد التوب جوبز اللي موجوده في الفرص اللي جايه دي كلها. ممكن حد يكلم يقول دي مثلا الدراسه دي معموله على امريكا، بس زي ما انا قلت لك ان الخريج بتاعنا المفروض ان هو كيبابل ان هو يشتغل في كل الانفايرمنت، سواء كان جوه مصر ولا في الميدل ايست، الدول العربيه، يوروب، يونايتد ستيتس، وايفن حتى زي ما نشوف دلوقتي الشركات حتى المالتي ناشونال في منها كتير من المشهورين فاتحين في مصر. فايفن حتى وانت شغال في مصر تعتبر شغال زي ما تكون قاعد في اوروبا او في امريكا واتيفر. طيب ايه بقى الفيلدز اللي احنا هتعدي عليك في الـ في الـ في, الـ في الدراسه في هذا البروجرام؟ هتلاقي دي العناوين، وهتلاقي في كل واحد من دول في كورس او اكتر، يكفي ان هو يدي لك البيزكس اللي انت تبدا تعرف فيها الكلام ده عشان تبدا
تستارت اي جوب في هذا المجال. فطبعا كلمه سوفت وير دي كلمه كبيره، هو اصلا البروجرام فيه كلمه سوفت وير، فلازم ازاي تعرف تعمل موديلنج واناليسيس وديزاين، هتاخد كورسات كتيره فيما يسمى السوفت وير انجينيرنج. الحاجات الريليتد للهاردوير زي مايكرو بروسيسور، امبيدد سيستم، انسون الابلكيشنز بقى زي الموبايل كومبيوتنج والويب بروجرامنج، الداتابيز اناليسيس اند ديزاين وامبلمنتيشن كمان انسون، والحاجات الريليتد للمالتي ميديا والكمبيوتر جرافيكس انسون، وطبعا الكمبيوتر نتورك اند سكيورتي. دي برضو العناوين العامه للكورسز اللي بتاخدها عندنا خصوصا في اخر 3 سنين: ارتفيشال انتليجنس، ماشين ليرنينج، الحاجات اللي علاقه ليها علاقه بالجيمز والانيميشن وال 3 دي جرافيكس، المالتي ميديا، كمبيوتر فيجن والايمج بروسيسنج والفيجواليزيشن. طيب الكريكولم بقى لو عايزين نتكلم بتفاصيل زياده، الكورسات اللي عندنا جوه البروجرام متقسمه ازاي، فتلاقيها زي كل البروجرامز الثانيه. قبل بس ما ندخل على الكريكولم، المفروض ان 65% من الكورسز هي اللي ريليتد للكمبيوتر انجينيرنج، بقيه الحاجات الثانيه زي ما نشوف دلوقتي الهيومانيتيز والكور بيزك كورسز بتاعت الانجينيرنج. وكمان في اخر سنتين بندي لك اريا من 4 ارياز لو عايز تتخصص فيها زياده، تاخد فيها كورسز ازيد يعني اكوردنج لاختيارك يعني. برضو المفروض ان احنا بنوفر تريننج في 3 سنين، ممكن تبقى اول سنه فيهم جوه الكليه، انما لازم طول فتره دراستك في الكليه ده في اي بروجرام يعني، ان انت تحظى على فرصه تريننج كويسه في واحده من الشركات الكبيره، لان هي الحقيقه الشركات الكبيره بتوفر التريننج ده مش خدمه وبس للطلبه، وانما كمان عشان يختاروا منهم حد يشتغل، ومص بروبا من الناس الشاطره الحقيقه ممكن تشتغل حتى قبل النتيجه ما تطلع يعني. طبعا انت بتخش ان ديبث بقى في الحاجات الريليتد للسوفت وير انجينيرنج والكمبيوتر انجينيرنج ان جنرال، مش مجرد ان انت بتاخد كورس في حاجه وخلاص. اللائحه بتاعتنا متقسمه في 18 كريدت او 10% دي هيومانيتيز، وفي ال 84 كريدت او 26% على الكوليدج ريكويرمنت، الحاجات اللي ليها علاقه بالانجينيرنج ان جنرال زي الفيزيكس والكيمستري والماث وحاجات زي كده. وفي الاخر عندك 64% من الكريدت بتاعت البروجرام بتاعك هي اللي ريليتد للكمبيوتر بقى انجينيرنج، وهي دي اللي هنركز عليها. عشان تتخرج لازم تخلص عدد الكريدت ده كله، بالاضافه تخلص على 12 اسبوع فيلد تريننج او سمر تريننج مقسمين على 3 سنين، لازم يكونوا متقسمين على 3 سنين. طب ايه الكورسات اللي عندنا الريليتد للكمبيوتر انجينيرنج؟ هتلاقي طبعا في كورسات في السوفت وير ان جنرال اللي هو في البروجرامنج، هتبدا اول حاجه بكورس بيزك في البروجرامنج، وبعدين كورس في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، كورس واكثر في الداتا ستراكشر والالجوريزمز الاناليسيس والديزاين بتاعها، حاجه مهمه جدا. هتاخد اكتر من كورس في السوفت وير انجينيرنج، والبروجرام فيه كلمه سوفت وير انجينيرنج فلازم تاخد اكتر من كورس. سوفت وير انجينيرنج، الاجايل ديزاين باترن، سوفت وير تيستنج اند فاليديشن، فهتاخد عدد من الكورسز ازاي هاو تو بيلد لارج سكيل سوفت وير وازاي تقدر تعمل له تيستنج اند سو اون. لان هو السوفت وير الحقيقه لما ابتدى يعني زمان قوي 50 سنه ولا اكتر، كان الانجينيرنج الحقيقه هو الهاردوير، والسوفت وير الانجينيرنج كان مكلف ياخد فلوس كتير والكابابيلتي بتاعته ما كانتش عاليه. بمرور الزمن ابتدى الهاردوير حجمه يقل والكوست بتاعه يقل والبروسيسنج باور بتاعته بقت عاليه جدا ده سمح للسوفت وير انه يكبر. فلما ابتدى السوفت وير يكبر ابتدى ان انت يعني ده يختلف عن ان انت لما تعمل سوفت وير صغير، يعني انت لما تيجي تعمل تكنولوجي عشان تبني مثلا يعني بيت مكون من دورين ثلاثه، ده غير لما تيجي التكنولوجي عشان تبني بيت مكون من 10 12 دور، ده غير التكنولوجي اللي عشان تبني مثلا ناطحه سحاب. التكنولوجي مختلفه في دول. فنفس الكلام في السوفت وير، عشان تعمل برنامج صغير غير لما تعمل برنامج كبير شويه، غير لما يبقى برنامج ضخم، يبقى برنامج ضخم فيه ملايين اللاينز من الكود، هذا البروجرام بتبقى فيه دايما صعوبه ان انت لما تيجي تعمل له مينتنس، لما تيجي تعمل له تيستنج، لما تيجي تزود فيتشرز. السوفت وير ما بيتبنيش كده مره واحده ونخلص، لا دايما في ديفلوبمنت. وفي بروجرامز كتيره مستمره بقى لها سنين طويله جدا، الفيسبوك ويوتيوب والوورد والمايكروسوفت اوفيس ان جنرال، بروجرامز دي بقى لها سنين طويله شغاله، كل شويه عمالين يزودوا فيتشرز فيه
والمفروض الفيتشرز القديمه تفضل شغاله. فان انت عشان تقدر تبيلد بروجرام يكون اكستندبل وسكيلبل بيزيد، انت مش مجرد انك تعرف انك تكتب كود وخلاص، لازم تطبق المبادئ بتاع السوفت وير انجينيرنج دي عشان تقدر تبني لارج سكيل سوفت وير. فده يعني جروب من الكورسز اللي بتقول لك ازاي تبدا من اول الاستراكشرد بروجرامنج لغايه ما تقدر تبني فيري لارج سكيل سوفت وير. برضه في كورسات بتبقى ريليتد يعني للهاردوير كده صراحه، تبدا من عند اللوجيك ديزاين والكمبيوتر اركتكتشر، تدخل شويه على الامبيدد سيستم وهي الكمبيوترز الموجوده جوه سيستمز ثانيه زي جوه عربيه جوه طياره وات ايفر، ازاي تعمل ديزاين الكترونيك ديزاين اوتوميشن الريل تايم كمان امبيدد سيستم. فدي الكورسات اللي مور ريليتد للبيور هاردوير يعني. بعد كده بقى في جروب كتيره من الكورسز الحقيقه بتبقى مين لي سيستمز، يعني ازاي تبني سيستم داتابيز، ازاي اوبريتنج سيستم، انترنت بروجرامينج، كمبيوتر نتورك، ديستريبيوتد سيستم كنترول، موبايل بروجرامينج، ديزاين اوف كومبايلر، كمبيوتر نتورك، هاي بيرفورمانس، اي اي، ارتفيشال انتليجنس. دي الكورسز اللي المفروض ان انت تقدر تترمي فيها الانفورميشن اللي انت خدتها قبل كده في السوفت وير والهارد وير عشان تقدر تبني سيستمز متكامل من دول. نيجي بقى في اخر سنتين انت عندك اربع تراكس. الاربع تراكس هنعدي عليهم هم اللي هم المالتي ميديا اند كمبيوتر جرافيكس، ديستريبيوتد اند موبايل كمبيوتنج سوفت وير برودكت لاين، اند داتا ساينس. كل واحد من ده جواه مجموعه من الالكتف كورسز، الكورسات الاختياريه اللي هم كل واحد جواه تسع كورسز. احنا بنقول لك انت المفروض تختار سبع كورسز من دول كلهم من الاربع تراك، بس لازم يبقى في خمسه منهم من تراك واحد. يعني علشان لو انت عايز تتخرج وانت تبقى حابب تراك من دول، او ان انت عايز تتخصص فيه زياده and so on. بس طبعا الحاجه المهمه ان ده مش هيتكتب في شهاده التخرج، مفيش حد اسمه انا هتخرج بتاع مالتي ميديا اند كمبيوتر جرافيكس، لا ما ينفعش الكلام ده. انت خريج كمبيوتر انجينيرنج اند سوفت وير سيستم، وده مش هيتكتب في الشهاده، انما طبعا هيبان في الشهاده بتاعت اللي انت بتاخدها بتاعت الكورسات الكورسز اللي انت خدتها. وطبعا برضو يهم الناس في اي انترفيو انت يعني بتعرف ايه، عملت ايه، البروجكت اللي عملتها اثناء ما انت طالب انسون. عندنا الحقيقه طلبه الحقيقه شاطره كتير قوي، بيروحوا ياخدوا تراك من الكورسز اللي موجوده على كورسيرا ولا اي دي اكس الحاجات دي كلها، فبيتخرج عنده معلومات ازيد يعني. فهنا الفكره ان احنا عايزين ندي لك تراك، التراك ده يبقى فيه مجموعه كونسنتريتد، احيانا بنقول عليه كونسنتريشن على فكره، اللي هو التراكس اللي انت قدامك الاربعه دول. كونسنتريشن يعني انت بتحاول تركز زياده شويه او تخش دبس شويه في احدى هذه التراكس. فهنعدي عليهم دلوقتي. طبعا مطالب ان انت تاخد خمسه كورسز من جوه تراك، والاثنين التانيين خدهم من اي حته ثانيه. عايز خدهم في نفس التراك انت حر. فانت بقى هنا اللي ايه بتلوريت كده او بتفصل او بتدي فليفر للتخصص بتاعك زياده في ايه. اول واحد اللي هو المالتي ميديا وكمبيوتر جرافيكس. المقصود بالمالتي ميديا طبعا هي الايمج، الفيديو، التكست، السبيتش، هي دي المالتي ميديا اللي هي الوسائط المتعدده يعني. فتلاقي كورسز بقى حاجه بتتكلم على الايمج بروسيسنج، حاجه بتتكلم على الكمبيوتر فيجن، حاجه بتتكلم على الكمبيوتر جرافيكس، طبعا الهيومن كمبيوتر انتر اكشن اللي هو زي انتر اكت البني ادم مع اي بروجرامز ان جنرال، دي المالتي ميديا سيستم والكمبريشن تكنيكس ان جنرال، طريقه الفيجواليزيشن ده ادفانسد على الكمبيوتر جرافيكس وادفانسد برضه على الكمبيوتر جرافيكس، ازاي تعمل ديزاين للجيم، جيم ديزاين اند ديفلوبمنت. اي كورس من دول الحقيقه بيبقى مرشح ان انت تكون دي بدايه مشروع التخرج. انا نسيت اقول ان انت طبعا عشان تتخرج محتاج تعمل تو كورسز، واحد اسمهم جراديويشن بروجكت 1 وجراديويشن بروجكت 2. بيبقى عاده جراديويشن بروجكت 2 تكمله لجراديويشن بروجكت 1، وبيبقوا في اخر غالبا تو سمستر ليك في الكليه يعني. فاي كورس من دول الحقيقه بتبقى مقدمه ان انت تبدا تعمل مشروع التخرج ده. التراك نمره 2 هو الديستريبيوتد اند موبايل كومبيوتنج، ده وانت ازاي تقدر تعمل البروجرام ده ما يبقاش شغال على ماشين واحده، انما ديستريبيوتد موجود في اكتر من ماشين والحاجات دي بيكلموا بعض. فتلاقيهم مثلا بيبداوا بالبارل اند كلاسترنج كمبيوتر، مش لازم تجيب كمبيوتر واحد فيري فيري باورفول وكبير جدا علشان يعمل لك التاسك اللي انت عايزه، لا انت ممكن تجيب كمبيوترز عاديه خالص الباور بتاعتها عاديه زي اللي بنشتريها كده ونوصلهم ببعض، بس تكتب البروجرام بتاعك بحيث يكون متوزع على الكمبيوترز دي، فكل واحد يعمل حته وتجمع الريزلت بتاعتهم عشان تدي لك الحاجه اللي انت عايزها. المفروض البروجرام
تكتبها بحيث تكون بهذا الشكل الديستريبيوتد بارلل اند ديستريبيوتد الجوريزمز اند سو اون. طبعا البارلليزم دلوقتي بقى موجود في كل الكمبيوترز, في بارلليزم موجود في السي بي يو سنترال بروسيسنج يونت, وفي بارلليزم اكبر منه واقوى منه موجود في الجي بي يوز اللي هي الجرافيك بروسيسنج يونت. فالواحد لما يجي يشتري جهاز كمبيوتر ممكن ينفست ويدفع فلوس اديت في الجرافيك بروسيسنج يونت ده لسبب من اتنين, يا اما عشان عايز يلعب جيمز تبقى باورفول يعني, يا اما يستخدم البارلليزم الموجود جوه الجي بي يوز عشان يكتب البروجرام بتاعته على شكل بارل بحيث تقدر ان هي تشتغل بسرعه جدا. طبعا الحاجات الديستريبيوتد انترنت اوف ثينجز اللي هي منتشره قوي دلوقتي, اللي هو يبقى عندك اكتر من بروجرام شغالين وكل واحد منهم بيقيس حاجه وبيكلموا بعض, عامل كده في البيت بتاعك حاجه ما اعرفش ينور النور ده امتى, يفصل ده امتى, يشغل التلفزيون ده امتى, كلها حاجات ديستريبيوتد متوزعه في مكان وبيكلموا بعض. طبعا لازم تاخد حاجه في النتورك طبعا, لان زي ما قلنا ان هي الحاجات ديستريبيوتد فلازم يكونكت ويز ايتش اذر. الحاجات دي بتشتغل على اوبريتنج سيستم بتاع امبيدد سيستم صغير كده, مش كمبيوتر لازم يبقى منفصل لوحده اند سو اون. برضو حاجات في الكمبيوتر والنتورك فورنسكس اند سو اون. بالمناسبه في كل تراك من دول, حتى التراك اللي قبله اهو, هتلاقي في كورس مسمينه سيلكتد توبكس. يعني ايه سيلكتد توبكس؟ يعني كل سنه ممكن ندرس فيه حاجه مختلفه. العلوم دي كلها بتاعت الكمبيوتر بتتغير وبتزيد وبتبقى ادفانسد جدا, وممكن نعمل كورس كده يبقى متفصل واخد حته من هنا على حته من, عشان كده عندنا كورس اسمه سيلكتد توبكس. ممكن كل سنه نحط, طبعا كل حاجه من الكورسات دي ليها ديسكريبشن واضح, انما هنا ده ملوش ديسكريبشن, ده على حسب اختيار الانستراكتور. فممكن في كل سنه نينتروديوس توبيك جديد غير اللي موجودين دول داخل اسم الكورس اللي هو سيلكتد توبكس ده. هنا برضو في سيلكتد توبكس في الديستريبيوتد اند موبايل كومبيوتنج. التراك رقم 3 هو السوفت وير برودكت لاين. لو انت عايز تتخصص زياده في السوفت وير انجينيرنج وكده, الحقيقه الحاجات اللي انت بتاخدها قبل التراك ده ممكن تبقى كافيه جدا. بس لو في حد بقى يقول لك لا انا عايز اتخصص زياده جدا في الديفلوبمنت بتاع السوفت وير ان جنرال, مش ريليتد لابلكيشن معين, فياخد بقى حاجات ازيد زي البروجرام اناليسز. نعمل بروجرام اناليسز ازاي, تعمل بروسيس مانجمنت لو بتعمل بروجرام كبير, الديبندبيليتي والريلابيليتي اوف ذا سوفت وير سيستم. زي ما قلت لك السوفت وير سيستم دي بتبقى كبيره جدا, فازاي تبقى اكستندبل وازاي تقدر ان انت وانت كل ما تكبرها ما تبوظش الحاجات القديمه اللي اتعملت, انما تقدر تزود عليها. سوفت وير بيرفورمانس ايفالويشن, ازاي تايفالويت السوفت وير بتاعك اذا كان شغال مظبوط ولا سكيور, ازاي تخلي السوفت وير سكيور بتاعك. ممكن يبقى ده ما هواش اكتر تراك يعني الطلبه تحتاجه, على اعتبار ان الطالب بيبقى عايز في الخمس سنين يكفر از ماتش از توبكس از بوسبل يعني. فممكن تبقى التراك بتاع السوفت وير اللي خدته قبل كده ممكن يكون كفايه, مش محتاج كمان تركز على حاجه زي كده. اخر حاجه خالص الداتا ساينس, الموضوع اللي بومينج قوي بقاله كام سنه ومرشح للبومينج. وانا ممكن هنا ارجع لك تاني يعني لو عايزين نعدي على الكورسات دي, الكورسات اللي هي ريليتد بقى للماشين باترن ريكوجنيشن, ماشين ليرنينج داخل فيها داتا مايننج. السبب في ظهور هذا العلم الحقيقه ان الداتا بقت كتيره جدا 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 all over the world. الناس عماله تتكلم وتعمل تشات على فيسبوك واتساب وتويترز وحاجات زي كده, فيقدر يجمع الداتا دي. عندك داتا مهوله جدا الناس عماله بتتكلم عليها, عندك كاميرات متوزعه في كل الشوارع دلوقتي وفي كل المولز, كل دي عماله تجنريت فيديوز وايمجز. ازاي هنغوص جوه الداتا الكتيره دي علشان نقدر نطلع منها انفورميشن مفيده؟ صعب جدا ان احنا نجيب واحد يسمع كل الناس بتقول ايه في التليفونات, كل الناس بتكتب ايه على الفيسبوك, كل الكاميرات اللي موجوده في الشوارع والمولز بتصور ايه. مش ممكن, لازم يكون في اوتوميتد سيستم تغوص جوه الداتا دي عشان تبدا تطلع لي انفورميشن وانديكيشنز. عشان تلاقي كده في التراك ده في مثلا بيج داتا اناليتكس, بيج داتا اللي هي ازاي بيبقى عندي بيج داتا قوي ازاي اقدر اطلع منها انفورميشن مفيده. البايو انفورماتكس دي برضو اللي هو انت عندك كل دلوقتي بيانات الدي ان ايه لكل بقى الفيروسز والدي ان ايه للبني ادم, وازاي تطلع بقى الفيروسز والحاجات دي. الحاجات دي الانفورميشن فيها بتزيد كل يوم بشكل كبير جدا. ازاي نقدر ان احنا نقدر نعمل سيرش ونطلع ريزلت بسرعه؟ داتا مايننج. الداتا مايننج دي يعني عندك اكتر من داتا, اكتر من سورس للداتا زي اكتر من كاميرا,
فازاي تقدر تاخد من الكاميرات دي حاجه تطلع منها انفورميشن تبقى مفيده ليك. انا هرجع بقى للسلايدز بتاعت اكتر 10 شغلانات بومينج على مستوى العالم. هتلاقي بقى موضوع اهو بص بيج داتا انالست نمره 6، داتا بيج داتا سبيشالست نمره 6، نمره 1 داتا اناليسز اند ساينتست، اي اي اند ماشين ليرنينج. الشغلانات دي كلها تحت البند بتاع البيج داتا الحقيقه او الداتا ساينس. فكان ممكن كفاوي يحط بند واحد اسمه داتا ساينس وخلاص، انما من كتر الشغل اللي بومينج فيها قطعها لمجموعه او كسرها لمجموعه ايتمز، مع انهم كلهم ينزلوا تحت تحت التايتل بتاع الداتا ساينس. فده نوع من التراك، وده الحقيقه يعني ادينا له اسم داتا ساينس في اللائحه الجديده، لائحه 2018 ادينا له الاسم ده لان هو بقى معروف دلوقتي. وطبعا انت يعني لو دخلت كده زي ما قلت لك على كورسيرا او على كورسيرا او اي دي اكس، هتلاقي ان جامعات كبيره زي ستانفورد عاملين تراك من الداتا ساينس ده، حاطط لك 3 4 5 لا اكتر من كده 5 6 كورسز تقدر تخش تاخدهم وتاخد شهاده كمان ان انت بقيت سبيشالست في هذا المجال. فده واحد من التراكس الحقيقه اللي موجود عندنا واللي المفروض يكون ليه ديماند كتير في المستقبل القريب. يعني الفاسيليتيز، كل الفاسيليتيز اللي انت محتاجها للكمبيوتر موجوده، واحنا عندنا ميزه الحقيقه ان ممكن وجود الكمبيوتر بتاعك في البيت بيكفر اغلب الحاجات اللي انت محتاجها. محتاج بقى شويه لو كلاود كومبيوتنج في لاب للكلاود كومبيوتنج، كنترول انجينيك في لاب للكنترول، برضو المالتي بروسيسور والامبيدد سيستم ليهم لابس مخصوص عندنا. انما غير كده هتلاقي ان اغلب الكورسز تقدر ان انت بالكمبيوتر العادي يقدر يشتغل فيها انسون. الجوب ماركت هتشتغل فين بعد ما تتخرج؟ من كل التايتلز اللي احنا قلناها بتاعت الكورسات دي هتلاقي الشركات شغاله فيها. اهو بيلد سوفت وير سوليوشن، ده ان جنرال سوفت وير اناليسز، لو شغال في سوفت وير هاوس بيعمل ان جنرال سوفت وير. طبعا امبيدد سيستم في شركات كتيره شغاله فيها دلوقتي ناشونال ومالتي ناشونال شغاله على الديفلوبمنت بتاع الامبيدد سيستم. ماشين ليرنينج حتى الارتفيشال انتليجنس ابتدت الشركات تظهر في مصر برضه ناشونال وانترناشونال شغاله فيها. الموبايل كومبيوتنج طبعا ده واخد جزء كبير من الماركت بتاع السوق ان جنرال، يعني انك تبيلد بروجرامز للموبايل، عندنا كذا كورس في الموبايل كومبيوتنج. البيج داتا زي ما قلنا، الداتابيس طبعا دي داخله في كل حاجه، كل حاجه داخله الداتابيس. دي سامبل من الشركات اللي موجوده سواء كانت ناشونال ولا انترناشونال. زي ما قلت لك انت حتى مش محتاج تسافر عشان تشتغل في الحاجات اللي شغالين فيهم بره، لان شركات كتيره من المالتي ناشونال فاتحه في مصر زي اي ام سي سكوير طبعا، منتور جرافيكس، فاليو بيعينوا ناس كتيره جدا في الامبيدد سيستم دلوقتي، اتش بي، سيسكو، وات ايفر، اي بي ام، مايكروسوفت. مايكروسوفت ليها ريسيرش تيم موجود في مصر على فكره، يعني مش مجرد يديفلوب وخلاص، في ريسيرش سنتر بتاع مايكروسوفت موجود في المعادي. بالاضافه طبعا لكل شركات التليكومنيكيشن، اورنج واتصالات وفودافون. بالاضافه طبعا دي ممكن تكون المالتي ناشونال كومباني، جوجل مش فاتحه في مصر خلاص، كانت فاتحه وقفلت من زمان، بكره تفتح تاني يعني. او بعد ما تاخد خبره سنه ولا اتنين جوه مصر بتقدم انت بتعمل انترفيوز في الشركات دي نفسها بس بره، تقدر تطلع تشتغل بره يعني. بالاضافه لشركات كتيره ناشونال، شركات مصريه شغاله ومحققه بروجرس كويس جدا في السوق يعني. الدراسه بره، احنا البروجرام بتاع الكمبيوتر زيه زي بقيه السبعه بروجرامز التانيين اللي عاملين لها دول ديجري مع يونيفرسيتي اوف ايست لندن، اللي هي بتدرس نفس الكورسات اللي بتدرسها عندنا، بس طبعا لازم تبقى ريستريكتد شويه في الترتيب بتاعها، وبتاخد دول ديجري زي اللي متخرج من يونيفرسيتي اوف ايست لندن. نو نيد تو ترافل، لان انت ممكن وانت قاعد هنا من غير ما تسافر خالص تقدر تاخد الدول ديجري. طبعا السفر مفيد وبتاخد منه خبرات كتيره، انما هيكلف فلوس كتيره، فحتى اللي عايز يسافر ده اوبشن موجود لو عايز تسافر، بس لو ما فيش الفلوس الكتيره خلاص يبقى مش محتاج تسافر وتاخد نفس الكورسات. ودي الحقيقه الدول ديجري دي اصل ما ينفعش جامعه في انجلترا تيجي تدي دول ديجري كده من نفسها، لازم تعدي على الكي او اي اي اللي هم الناس اللي بيأكريديشن بتوع انجلترا، هم اللي لازم يابروف ان الكريكولم بتاعنا يتماشى مع الستاندرز اللي في انجلترا. فالدول ديجري دي شهاده ان احنا اللي بندرسه
up to date ويناظر دراسة في انجلترا. برضو عندنا عاملين اتفاقية مع هلمستاد، دي مش دول ديجري، انما ممكن في عدد قليل من الطلبة يقدروا يسافروا جامعة هلمستاد في السويد ويدرسوا up to 4 courses، ونقدر نعمل لهم equivalency لو الكورسز دي equivalent عندنا، وبحيث ان الكورسات دي يدرسها هناك ويجي ياخد الجريد بتاعها هنا. طبعا محتاجة تدفع انت المصاريف اللي هناك، اول واحد اللي بياخد ديسكاونت كبير ما بيدفعش مصاريف، بس بيدفع بس الاقامة والسفر، والباقيين لازم يدفعوا يعني. فدول لو في حد عايز انترستد يعني ان هو قبل ما قبل ما يخلص الدراسة يكون سافر وشاف الدراسة بره عاملة ازاي. برضو في حاجة ما كتبناش هنا، ان ممكن مشاريع التخرج الطالب يعملها بره. عندنا اكزامبل اللي هو طلبة سافرت ووترلو في كندا، وسافروا برضو جامعة في اسبانيا، اللي هو يعمل بس مشروع التخرج هناك، يقعد سمستر كده يعمل مشروعين التخرج واحد واثنين هناك، ويجي هنا يتعمل بيهم مقص زي ما يكون خد. طبعا ميزة الكلام ده مش مجرد انك تسافر وكمان وبس، انت بتكون خلاص قربت تتخرج، فلما بتروح تشتغل هناك السوبرفايزر بتاعك هناك بيشوف ان انت شاطر وكويس، بيقولك تعالى اعمل ماستر بعد كده. دي ميزة كبيرة انك بتعمل نتورك قبل ما تسافر يعني. طيب اتمنى ان انتوا تكونوا خدتوا overview كده على البروجرام بتاع الكمبيوتر، وهو من اكتر البروجرامز اللي عليها demand الحقيقة واقبال يعني، ممكن تيجي بعد ميكاترونيكس على طول يعني، اللي هي اكتر البروجرامز اللي الطلبة بتبقى عايزة تشيك. طبعا اهم حاجة بالاضافة لرغبتك وانت بتحب ايه ومستريح لايه، انما كمان لازم تكون عينيك على فرص الشغل، لازم تكون طالما تتخرج من بروجرام زي ده ان انت تحجز مكان في واحدة من الشركات الكبيرة، علشان تكون بعد شوية اكسبرت في احدى المجالات اللي احنا عمالين نقولها دلوقتي اللي احنا عدينا عليها كلها. شكراً.